امين مخازن للشركه العقاريه المصريه لاستصلاح الاراضي، شغال فيها من 25 سنه بالتحديد او 26 سنه السنه دي ان شاء الله. مرتب النهارده ما تعداش حضرتك 1200 جنيه النهارده، 1200 جنيه بعد الثورتين العظام اللي قاموا في البلد، عارفين ناخد حد ادنى، وفي قرارات طلعت في ايام الجنزوري ان الشركات دي بعد الخصخصه والنظام الفاسد القديم حضرتك، واعتمدت الشركات دي بقرار وزاري من كمال الجنزوري ما تفعلش لحد النهارده. احنا النهارده حضرتك ما قبضناش مرتب شهر 12 لحد النهارده، مرتب شهر 12 واحنا في شهر 2 ما قبضناش لحد النهارده. لا دولة تسأل فينا ولا حكومة ولا وزير زراعة ولا أي حد خالص، لأن الست شركات دول حضرتك يعتبروا اللي صلحوا صحرة مصر كلها، عصب البلد كلها في الست شركات حضرتك دول، من استصلاح أراضي لشق ترع وتمشي المية فيها عشان الصحرة دي تتعمر وتزرع. الست شركات دول سيادتك النهارده بقوا أندر زيرو. الراجل أمين مخزن ماسك مخزن حضرتك ب 7 8 مليون جنيه قطع غيار. انا مش لاقي اعمل ايه؟ يبقى همد ايدي واسرق عشان اكل، بس مش احنا اللي نعمل كده، لا نسرق بلدنا ولا نسرق شغلنا. فين الناس اللي تسال علينا؟ فين المسؤولين اللي فوق اللي ودنا من طين ودنا من عجين؟ خد سيادتك على كده من 9 سنين من ايام الخصخصه، لما مرتباتنا كانت بتيجي شهر ورا الثاني كانت بتباع الاصول الثابته في الشركه، حفارات زي ما حضرتك عارف بتستصلح وبتفحر وكده، بوزر كل المعدات تقيلة، كل المعدات تقيلة، العضلات وكل حاجة، كل البنية الأساسية في الشركة اتباعت. عشان إيه؟ عشان مرتبات لا دولة بتسند لنا شغل عشان نشتغل، ولا حكومة معترفة بينا، لأن الأخ سعيد طه بتاع الشركة القابضة اللي أصلا زي ما قلت لحضرتك الشركة أنشأت عشان الست شركات دول بيرؤسها سعيد طه، قال أنا ما أعرفش حاجة عن الشركات خالص. فاحنا جايين النهارده ونعمل مظاهره، يا قاتل يا مقتول بصراحه، يا رجعونا الحكومه وتطبق علينا الحد الادنى عشان نقدر نعيش وناكل عيش ونربي اولادنا، يا نموت هنا، يا نموت هنا في الحته دي، عايزين ناكل عيش ونعيش زي بيت الناس. شوف بقى اللي بياخدوا الالافات واللي في شركات البترول والكلام ده كله، مش عاوزين احنا نبقى زيهم ولا نصهم، عاوزين مرتباتنا توصل لنا كل اول شهر. كل اول شهر مرتباتنا توصل لنا عشان نقدر نعيش. لكن كده بالطريقه دي